الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع،
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر، الله أكبر عدد ما صدع فجر الإسلام وأسفر، الله أكبر ما أقبل شهر رمضان وأدبر، الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر، الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن عيد الفطر المبارك جعله الله لنا ولسائر المسلمين في أصقاع الأرض يوم فرح وسرور بعد أداء فريضة الصيام والتزود من الأعمال الصالحة في شهر رمضان. وأي فرح أعظم من فرح عبد مؤمن أضاع ربه بما شرع؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون عباد الله، يوم عيد الفطر يوم التمايز لهذه الأمة المحمدية. ففي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فلا توجد أمة اليوم على وجه الأرض كلها عيدها هو تشريع من الله سبحانه وتعالى إلا هذه الأمة المحمدية. فهكذا أراد ربها سبحانه وتعالى أن تكون أمة متميزة في عقيدتها وفي أنظمتها وفي عباداتها وفي شريعتها وفي شعائرها وفي أعيادها كلها. عباد الله، ويوم عيد الفطر هو يوم التكبير. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، يوم عيد الفطر هو يوم التزاور، يوم تلتقي فيه الأسر مع بعضها بعضا، يوم يتواصل فيه الأقارب والأرحام، ويتزاور فيه الأحباب والأصدقاء. وأعظم الصلة في هذا اليوم صلة الوالدين والبر بهما.
عباد الله، وصلة ومجالستهما ولعظم صلة الأرحام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. أيها المسلمون، يوم عيد الفطر هو يوم التسافي والتسامح، يسامح المسلم أخاه المسلم، لأن قلب المؤمن ليس بالقلب الحاقد، بل المؤمن صاحب قلب تقي نقي لا غل فيه ولا حسد، وصاحب نفس طيبة صافية تغفر وتتجاوز وتتكرم وتتسامح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر فوق أخاه في ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عباد الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم عيد الفطر عباد الله هو يوم التوسعة والسرور، ففي يوم العيد يستحب التوسعة على الأهل بالطعام والشراب وباللعب المباح والمرح المشروع. عباد الله، علينا أن نصل أرحامنا ونقوي أواصر المحبة مع الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران. علينا أن نجعل عيدنا عيدا يذكره الصغار بالفرح والسرور، وعيدا يذكره الكبار بالتواصل والذكر والاستغفار والشكر، ويذكره المحتاجون بالسعة واليسر، ويذكره الأغنياء بالعطاء والبذل. أوصيكم ونفسي عباد الله بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى الممات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والثبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله معظم الثواب ومجزل الأجر، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، ويعلم ما في البر والبحر. أحمده سبحانه وأشكره، أتم علينا صيامنا وبلغنا عيد الفطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون المؤمنون، لقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتبع رمضان 6 من شوال، وجعل ذلك من متابعة الإحسان بالإحسان، فمن فعل ذلك فكأنه صام الدهر كله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. أيها الناس، عباد الله، أذكركم ونفسي بتلك الشعيرة العظيمة، تلك الفريضة الجليلة بالصلوات الخمس، لا حظ لمن تركها في الإسلام. أوصيكم ونفسي بصلاة الجماعة والمحافظة عليها في المساجد. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن نال أجر ليلة القدر. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية وأمة الإسلام في عزة وتمكين. اللهم ألفنا على الخير قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا وبين المسلمين، واهدنا سبل السلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بلاد، في كل بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصفون وتعملون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.